ريم فكري بعد نيستواغ اللي وقعت ليها اللي كلش عارفه يعني وفاة الزوج ديالها ولدك اللي غاصب من عيط راجلها وهاد المشاكل كامل جات لي في بنيته باقا صغيره راه شحال عندها 23 24 بنيته باقا صغيره وقع لها هادشي كامل وخرجت لديك لاسيون فيغولون ديال عيط راجلها والسب والقذف هذيك البنت الوغ كوراجلها يلاه ميت ومات مقتول يعني ماشي مرض وجد الفراش وبسيكولوجيكمون ايتي بريباري ان راجل غيموت مات على غفله مقتول عيط راجلها جاو ليميت كانوا كيتهموها هي فهادشي كله بيان سور ريم التزمت الصمت غبرات على موقع التواصل الاجتماعي رجعات بان شونسون شوفوا الاكستريت ديالها يلا وليت نثق في راسي كي بغيتي نثق فيهم لا تعطوا لي الدنيا قاسي اغنية زوينة حزينة بيان سور حتى واحد ما نتمنى وليد من داكشي داز من ريم فكري اكيد وليد داز من العائله والسي ديال راجلها الله يرحمه أه شو داكور مريم فكري كمان حتى هي كانت لحظة بزاف بس كو الوقت اللي كان راجلها ميت تخيلي كانت كل شيء كينزل عليها ولي ديك لغاشون خيبين بزاف تاع عائلة راجلها كونتخيل كل شيء كيعرفها فيها كما قلت لي طعنوها في شرافة طعنوها في بزاف جل الحويج ديجا تكوني بقى صغيرة وتزوج شي صغيرة ويموت لك راجل كنت شي صغيرة بوحدها إبخوف ما كانش ما اختارش الحق باش تحزن بحال الناس كان الحل اللي عندها ينا تخبر باسكو جو لا كومبران باسكو واحد القيصه صافي خاصك تطفي تليفونك ما تبقاش تشوف هادشي باسكو غتحماقي باسكو الحل عندك لي مات الله يرحمه مات الله يرحمه اسمح لي يوسف وناد دابا انتقادات على ريم فكري قال لك فاش تمشي تشد حق الله قلت لك تغني لي مات مات الله يرحمه قضاء وقدره أبخي هي فنانة يلاه بدأت مشوارها وكانت غدا زوين الحمد لله بقى غدا زوين أنا هذا شونسون رجعتها وما شاء الله كيفاش كتبها لي باغول كيفاش فهمتي كتحس فريمون بمعاناة ديال الإنسان فنان صادق اللي بدات لك الكارير ديالها وتمنات أنا كون دارتها في مهرجانات وهذا الوقت كون عاشوا لا كارير ديالها غتهرس لا ريبيتاسيون الناس ما كيرحموش الناس لسانهم جارح ما كيرحمش والناس كيبداو يديروا استشراف وكيبداو يعطيو الفتاوى حق الله ماشي حق الله وسيري حزني وسيري ديري نو سا سي اون افير تري بيرسونيل الا حزنت حزنت الراس لان هي لا بيرسون كونسيرني تحزن مع الشينوا ما غتحزنش كي غتحزن هي لان هي اللي كانت مع الشخص والشخص واخا ما تكونش كاع كتعرفو ملي غتعرف كيفاش تقتل وكيفاش مات يعني اي واحد مغاربه كله جيماجين بقى فيهم هذاك السيد الله يرحمه فالحزن سي اون افير تري بيرسونيل والحزن كنعبروا عليه بزاف الطرق الحزن ماشي انا نلبس عليه الابيض الحزن ماشي هو غنلبس له كحل الحزن ماشي هو غنطلعوا في ما نديروش مكياج ولا غنطلعوا في القنوات وغنبداو نتمرمدوا الحزن ماشي وغنمشيو لوردون نصوروا في راس القبر باش نديروا به الباز ماشي هذا هو الحزن الحزن كل واحد كيعبر عليه بطريقته وكل واحد حر في حزنه كيف ما بغاه وكيفاش بغاه وكيفاش بغى يخرجه وبرافو عليها لان حزنها درته في ابداع وحزنها درته في اغنيه وحزنها درته في حوايج اللي غير رجعوا لها هي لان كي كيقولوا المصريين الحي ابقى من الميت هذه حاجه وثاني حاجه جو بونس كو حتى لو فات ديال ان الانسان كاين لبس الابيض فهذه بغير من جو بونس من لي تراديسيون العادات ما عندها حتى شي علاقه بالدين ما كاين حتى شي كتاب ما كاين حتى شي نص بروف اننا حنا بوحدنا اللي كنلبسوا البيض والدول الاخرى المغاربه كلهم في العالم اللي كنلبسوا البيض ما فهمش العلاقه البيض كنلبسوا في العروسه ملي كتكون في العروسه كتلبس البيض اشنا اخترعنا هذا البيض في الموسم زعما راني صفطتك وانا فرحانه ما فهمتش لا البيض صافي حيت البيض لون بياض لون زوين باش كتمشي الحشره البيض عندنا زعما لون زوين ايوا جوست لون زوين ما خصناش نديرو الكحل سي ترو سومبر ماشي هو هذا المشكل المشكل انه كيف قلتوا ماشي فرد حيت انا اول حاجه فاش شفت الكليب اول مره في لي كومونتير كعارفين كلشي في ويلي فين هو البيض ما لبستش البيض هادشي بواحد الطريقه انه بحال فرد ماشي فرد تقاليد تقدر ما تلبسش تقدر ما تلبس والو هو دايرينو على اساس فوالا باش تعرف مما المرارة الله مثل الراجل تعاون معاه في المقاطعة الدوزية الأولى بحال شي مرة حاملة تسال معاها تعاونوا معاها ولا ود العدة وسي لا ود لا كانت حاملة حيت في لي تخاديسيون دابا يوسف ماشي دابا في 2024 راه كيف هضرنا اونتان راه في 2024 راه في سيمات كتعرف راسك حاملة شنو بدات تلبس ولكن بوغ لي جون دابا هذا هو المشكل في التقاليد سي كو كدير شي حوايج فيك انت بوغ لي زوطخ كنسبقوا التقاليد على فهمتي خاصني نلبس البيض باش الاخرين يعرفوني انني حزينه فهمتي لا
عندها ستون أختيست عندها واحد لاغم اللي هو صنار اللي هو الكتابة حيث هي كتكتب أول حاجة كتكتب لديتاي ديال الكليب اللي شفتو مرة ماشي خرجت تغني وديرها وكتشطح وجات مع تشنو كل شيء كيشطح والإنسترومون ما بينينش كانت محتارمة كانت لابسة محترم كانت ظلام ليماج تي الى سي تو ارتست غتشوف ان لو كليب اي تريست بيان سور تريست العمل اللي دارت اي لي تريست هذه الضياع ديال الانسان ضياع دونك ال سي اكسبريمي بطريقتها وهذا اللي يعني ان اون بلوس غنزيدكم واحد الحاجه غتكونوا متفقين معايا سورتو الناس اللي اون كوبل راه ما تعرفش اش كاين وسط ان كوبل بيان سور خطير مع ذات كاين جوج هما اللي كونسيرني هما اللي عارفين شنو بيناتهم سي فري وعمرك تعرف سي فري ماشي شغلك هي 6000 مشغول حتى شي حد يعرف شنو بين جوج الناس الا كانت جريمه راه كاين قانون ريم تعذبات تمرمدات لا ماشي صرا ماشي غير في الكوبل في اي علاقه ديال شي حد مع شي حد الموت ملي يموت شي حد حتى واحد ما يتحاسب معايا في طريقه باش غنحزن فوالا شكرا يعني متى ما يقول لي اويلي على مال هدات ولا مال هدات الماكياج كما قلنا دابا انا كون جاب الله زعما ربي قضى الغرض فاش حيت المراره ما كانوش الناس زعما غير طريق حتى انا طريقه باش نحن لك ما نقولش لك عرفتها انت وعدتيني وي لا وعدني ياك وعدني غنحزن الاقل عام وشهر لا قال لي غيتمرمد عليا غيتمرمد غنتمنى داكشي الخطير لا وعدني انا زعما عطيت العهد صافي لا وعدني زعما شكون ما كانش دازت الكلمه بيناتنا يدير لي بغا هو الله يحفظ